فين حسين مقداد السهيلي سمعته قال على حكايه العزف احنا قلنا يجي عبد الستار ويفتينا في الامر. عاودنا في مقداد قلت وقتها ما نجمش نتكلم خاطر كنت خلي عاودنا هو ما يسالش خلي عاودنا قلت اش قلت سي مقداد وخلنا نسمعوا لا فيغسيون نعم اش نقول لك انا منين جبت الحكايه ايوه جبت الحكايه واضحه نعم الحكايه خاطر انا وقت اللي جات ام كلثوم انا صغير ما مشيتش تفرجت فيها اي غشير انت اما نسمع ام كلثوم جات كل شيء جبتها من استاذي وسيدي المرحوم عازف العود الاول الذي لا نظير له الاستاذ علي السريتي. استاذ علي السريتي هكا قال انا قعدت في سهريه اللي جاء فيها علي السريتي بالعود واحمد الحفني وشاف دركستر تاع ام كلثوم وعبد الفتاح منسي بالقانون وما ادراك عبد الفتاح منسي قانون جي تاع محمد عبد الوهاب ايوه فقعدوا ويحكيوا في الحكايه هذه قالوا وقت انتم خسرتوا موسيقي في حفله في الجيه تاع ام كلثوم اللي هو ولد عم عبد المنعم الحريري وتوفى معناها بلقمه كسكسي بلقمه كسكسي لا بلحمه في فطور اتسترا في تونس هذه صارت حاجه تصير ما تضحكش فما غيره توفى بعدسه فما غيره توفى من غير حتى سبب صحيح اي اي هذه الفيغسيون حكيتها انت برش عبيد قالوا ماهوش صحيح شكون برش عبيد ساعة والله برش عبيد اذا تفاعلوا اقرا ادخل على الباج نتاعنا اللي قال ماهوش صحيح يلزموا يعطينا اثباتاته لا لا القانون البينة على من ادعى هو يمينه على ما انكر اللي يقول حاجة هو اللي يثبتها انا شخصيا اللي نعرفه مع احترامي المقدار اكبر من يسن وقدر اما انا كي خدمت الدوكيومنتير على سيد ام كلثوم يتعدى في جزيره وثائقي في جزيره جت بعد ام كلثوم يا خويا جزيره جت بعد ام كلثوم بعد 60 سنه هي خطر جت بعد ام كلثوم خدمنا دوكيومنتير خاطر حتى انا نسال ابراهيم الطيف للدوكيومنتير سامحني خليني نكمل كلامي فيها مصداقيه كبيره سي مقداد ما قصيتش عليك خليني نتكلم انا مؤرخ مانيش نلعب مانيش مؤرخ نتاع حجر برك ولذا انت عندك شهاده انت مؤرخ عندي شهاده لي مؤرخ من الجامعه جامعه تونسيه 9 افريل الجامعة التونسية انا دكتور قدم سيكل تخش في خاطر لا ناخذ في خاطري على خاطر في هذه ناخذ في خاطري هو كي تشكك في قيمتي العلمية شتي انفينيمون ديزولي اما كنتي اما كنتي كي خدمنا الدوكيومنتير بالطبيعة مش نخدم دونك 6 اشهر قبل وانا نخدم على الوثائق وعمرها ما عرضتني حاجة من هذا 6 اشهر ودي تخدم على الدوكيومنتير بيان سور دوكيومنتير ما يتعملش في نهارين سيت بوغيتر والتصوير بيدو خذا 10 ايام تصوير وحده خذا 10 ايام كان حادثه صارت كيما هكا ايوا تصور الجرايد ما كتبوش عليها وتوفى عازف حسب رايي حسب انت انا ما خلطتش على ام كلثوم في قبل بعد خلطت عليها من خلال الوثائقيات اللي تعملت عليها كان صارت حادثه كيما هكا ومات عازف يعني مصري في تونس راه فما تقرير طب شرعي واذن بالدفن ودرا شنو وكذا وسقوه يعني فما مستندات يعني يا شادلي فما صار اقل من هذا في حفظ مش اقل حاجه نجليجابل في حفظ ام كلثوم شخص اللي هو شخصيه كبيره والي 5 ولايات ومدير عام السجون تخلى الحفله هو شخصيه كبيره في تونس عمر شاشي عمر شاشي عمر شاشي وقلق الواحد اول حاجه هي تيكسبيسي وتكتبت الجرايد الكل عليه وقتها رغم اللي هو شكون يضرب يسرى هو خرجوا سي الحبيب وقتها سي الحبيب وقتها خرجوا بالحفله خاطر علاش يعمل شوشره معناها حاجه منين هذه شنيه قدام كدي قدام موت موسيقي معناها جاي في زياره رسميه راهو ام كلثوم جاتها زيارتها رسميه كان راهو ام كلثوم دخلتنا جواز سفر دبلوماسي راهي ام كلثوم دارت في البلاد هي ولا وسيله في جات روحت بابور سيمان هي جات في خلاص في مسانده السد العالي لا مجهود الحربي المجهود الحربي فهمتش ومعناها قاع استقبال رسمي معناها من تعرف وقتها لا وسيله وكل شيء تدور في البلاد في وحده ديكابوتاب ولا كابريولي ولا هي ولا وسيله والموسيقى ضربت عليها وتونس وقتها دولة مؤسسات راهو مش فديك راهو مبنية تونس الفتية وكذا مؤسساتها وفما يعني إدارة ولذا أنا نقول إذا كان فما الحكاية هذه راي الوثائق تكتبت عليها ما لقيت حتى تخاص أنا شخصيا ما لقيت حتى